احتفلت مجموعة كشافة ومرشدات دير اللاتين في رعية القديس بولس الرسول الجبيهة باليوبيل الفضي لتأسيسها، وذلك في قداس إلهي ترأسه سيادة المطران جمال خضر النائب البطريركي للاتين في الأردن، بمعاونة كاهن الرعية الأب سامر مدنات وحضور عدد من الأباء الكهنة والراهبات والنائب عمر النبر وجمع كبير من أبناء الرعية. وفي عيادة القداس هنأ سيادته المجموعة الكشفية وقائدتها الأخت عايدة الصوص بعيدها الفضي، ودعاهم إلى مزيدا من الخدمة والعطاء والعمل على كسب محبة الآخرين، وأن تكون الأقوال مطابقة للأفعال، مع التذكير بضرورة خدمة الكنيسة. وفي ختام الاحتفال قدمت مجموعة الكشافة والمرشدات درعا تكريميا لسيادة المطران جمال خضر كعربوني تقديرا لترأسه القداس الاحتفالي، إضافة إلى تقديم تذكارات كتقدير لإسهامات عدد من المشاركين في هذا الاحتفال. لنتذكر دائما أن لنا إله واحد وسيد واحد في السماء، وعلينا نحن أن نعكس محبته بعضنا تجاه بعض. هذه رسالة الكشاف، خدمة الآخرين، الخدمة تجاه الآخرين، وهذا ما يطلبه منا السيد المسيح. إذا أردت أن تكون كبيرا كن خادم، بنهاية الإنجيل ليكن أكبركم خادما لكم. الإنجيل لما المسيح بينتقد الفريسيين بقول بحمل الناس أعباء ثقيلة ولا يلمسوها ولا يساعدوهم، الخادم هو اللي بيحمل الأعباء. خدمتنا أن نحمل أعباء غيرنا، خدمتنا أن نحمل أثقال غيرنا محبة بهم، خدمتنا أن نشعر بآلام غيرنا ونخفف من آلامهم. هذه هي الخدمة، هكذا نكون خدام بحسب مفهوم السيد المسيح، أن نحمل نحن، مش نحمل الناس أعباء زي ما كان يعمل الفريسيين، ولكن أن نخدم الناس وأن نحمل أعباءهم. السيد المسيح بينتقد الفريسيين، بس السيد المسيح بيقولنا كمان احذروا خمير الفريسيين، يعني اللي بيعيشوه الفريسيين احنا معرضين له دائما، معرضين انه نفرج حالنا، معرضين انه كلامنا يختلف عن افعالنا. عشان هيك بيقول اسمعوا اقوالهم ولا تفعلوا افعالهم، اذا كنا بنحكي اشي وبنعمل اشي ثاني. ما يدعونا اليه السيد المسيح وان تكون اعمالنا مطابقة لأقوالنا.